بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وتكونوا في افضل حال. معلش تقريبا ما نزلتش، ما قدرتش انزل فيديوهات امبارح، نزلت كده فيديو صغير اللي شافه. مش محتاج اكد تاني على النقطة اللي بقى كده، اللي بيخش ويشوف فيديو ويعجبه فيديو يخش يشوف بقية الفيديوهات، يتفرج على بقية الفيديوهات، يسيب لنا كده كومنت لطيف كده تحت الفيديو، ويحاول ينشر الفيديو في اي جروبات موجودة عندكم عشان اكبر كمية ناس تستفيد من الموضوع. يعني ده اللي انا بتمناه منكم، وده اللي انا مستنيه منكم، وده الدعم اللي انا مستنيه منكم. يعني يا ريت ما تقصروش، انا بحاول ابذل اقصى جهدي واقصى طاقتي ان انا احاول ان اكون ملتزم معاكم وانزل لكم فيديوهات على طول. فما تبخلوش انتوا علينا باللايك والكومنت والشير، اللي بيخش ويشوف الفيديوهات، في ناس كتيره بتخش وتشوف الفيديوهات من غير ما تشترك في القناه، فيا ريت تشتركوا في القناه وتكونوا بتقدموا لنا الدعم عشان نقدر نستمر ونقدر نبقى موجودين معاكم على طول باستمرار. ونتكلم على موضوع النهارده. موضوع النهارده انا هكمل النقطه بتاعه الميديسن اللي احنا كنا بنقول عليها، الميديسن والباثولوجي. هنتكلم النهارده على السيست، انواع السيستات اللي عندنا، او ايه السيستات اللي موجوده عندنا، وايه الديفرنشال دايجنوز، الحاجات المهمه اللي نفرق بينها وبين كل حاجه والتانيه. خلينا كده نقول شويه قواعد كده في الاول كده نقدر نمشي عليها. احنا عندنا السيست، كل انواع السيستات بتكون يونيلوكرار، يعني من كتله واحده او من بؤره واحده او من حاجه واحده، الا الدنتيجرال سيست وحاجه تانية ما تعتبرش سيست، تعتبر سرطان، اللي هي الاميلوبلاستوما. هي اللي الحاجتين دول اللي بيكونوا مالتي لوكلر، يعني عباره عن كور جنب بعض. بقيه الحاجات التانية بتكون يوني لوكلر، يعني من كتله واحده. فاليوني لوكلر عموما، اول حاجه اللي هي بتكون من كتله واحده، دي بنشيلها باكسجن، او بنشيلها بانكيوليشن، او بنشيلها بان احنا بنكحتها او بنشيلها او بنطلعها مره واحده. بقيه الحاجات اللي هي بتكون مالتي لوكلر دي بنشيلها بطريقه معينه، او ليها طريقه تركه معينه كده في التريتمنت بتاعها، ان احنا بنشيلها بحاجه اسمها مارجنال ريسكشن. يعني ايه مارجنال ريسكشن؟ مارجنال ريسكشن يعني بنشيل بحاجه اسمها الحدود الامنه، ان انا لو انا عندي الدنتيجرال سيست هنا 4 مللي مثلا، مش هشيل 4 مللي، هاجي من قبليه بشويه واقوم شايل، ومن بعديه بشويه واقوم شايل، اقوم كاسر الفك. وبرده كذلك الاميلوبلاستوما. ليه؟ لان الحاجتين دول ليهم حاجه اسمها هاي ريكرنس ريت، لان بيتكونوا قلنا من كتل جنب بعض او بؤر جنب بعض. لو شلنا جزء فيهم او لو شلنا حاجه فيهم، احتمال الحاجه ترجع تاني او تتكرر تاني، فعشان كده بنشيلهم بالحدود الامنه او المارجنال ريسكشن. دي كده كانت نقطه على جنب. في نقطه تانية برده، يعني نسبة كبيرة قوي من السيست او من التيومرز او من الحاجات بتحصل في منطقة ضرس العقل في اللي تحت، الا حاجات معينة ليها اماكن معينة وهنقولها ازاي. فلو انت اتزنقت او اتلخبطت في الامتحان وجالك الدنتيجرال سيست موجود فين، الاميلوبلاستوما موجودة فين، كذا موجود فين، 90% من الحاجات اللي موجودة عندنا بتبقى موجود في المنطقة الخلفية او منطقة اللور بوستيريور تيس، ما عدا حاجات معينة هنبقى نقول عليها. فدي برضو نقطتين كده او حتتين على جنب كده نخليهم معانا، وبعد كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبتدي في حاجة حاجة. من الاخطر الحاجات اللي موجودة عندنا، او من اكتر الحاجات الاجريسيف او العنيفة من السيستات اللي موجودة عندنا، هو الاوكي سي، اللي هو الاودونتوجينيك كيراتوسيست. الاودونتوجينيك كيراتوسيست ده من الحاجات اللي قلنا بتيجي مالتي لوكلر وبتيجي في منطقة ضرس العقل. يبقى اول حاجة نعرفها ان هو بيجي مع ضرس العقل الامباكتد، اللي هو او بيجي في منطقة ضرس العقل عموما، وبيكون مالتي لوكلر، يعني بيجي زي الحاجة اللي في كتل جنب بعض. عشان كده ده بيبقى ليه كذا تعامل. لو هو سيمبل وهو بسيط وهو حاجة صغيرة، بنشيله بالانيكيوليشن، بشيله كله على بعضه، او برفعه كله على بعضه، او بشيله كله على بعضه. طب لو هو مثلا زي ما قلنا كده مالتي لوكلر او كبير او ضخم، ليه طريقتين، يا اما بنوقفه كيميائيا او بنثبته كيميائيا بحاجة اسمها كروني سوليوشن، بنعمل له كيميكال فيكسيشن، يا اما بنشيله او بنجمده بالنيتروجين، بغاز النيتروجين السائل، ونعمل له عمليه تجميد بالسائل او تجميد بالبروده
باللي هو غاز النيتروجين. طب لو هو كبير قوي وضخم قوي وانا قلقان وخايف لا يرجع تاني، بنشيله بالطريقه اللي احنا قلنا عليها اللي هي المارجنال ريسكشن. يبقى كده الحاجات اللي احنا نعرفها عن الاودونتوجينيك كراتوسيست. اخوه اللي بيجي جنبه او في نفس المنطقه او في منطقه قريبه اللي هو الدنتيجرال سيست، برضو بيجي مع، بس ده بيجي مع امباكتد توس، بيجي مع امباكتد توس. ممكن الامباكتد توس دي تكون اللور ايد، وممكن الامباكتد توس تكون الابر كناين، ممكن الامباكتد توس تكون اللور ايد، وممكن الامباكتد توس تكون الابر كناين. بس ايه اللي بيجي اكتر او ايه اللي بيحصل له امباكشن اكتر؟ اكيد اللور ايد. يبقى ده الدنتيجرال سيست بيجي في منطقه ضروس العقل اكتر. طب افرق ما بينه او اتعامل معاه ازاي او اشيله ازاي؟ على حسب، لو هو بعيد عن الانفيريور الفيلر كانال او انا مش خايف على الانفيريور الفيلر كانال او مش هيأثر على الانفيريور الفيلر كانال، يبقى بنشيله بالطريقه العاديه اللي هو اللي هي الانيكيوليشن. طب هو كبير من الانفيريور الفيلر كانال او هيخبط في الانفيريور، او لو انا شلته ممكن اخبط في الانفيريور الفيلر كانال؟ لا، يبقى ساعتها بنعمل طريقه تانية وخدوا بالكم منها عشان بتيجي في الامتحان كتير، اسمها المارسوبلايزيشن. ايه هي المارسوبلايزيشن؟ المارسوبلايزيشن دي لما يكون عندي حاجه كبيره واخليها تصغر، اقصها كده من فوق وخيطها فتبتدي تصغر 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 في الحجم لغايه اما تبقى صغيره خالص وبعيده عن اي حاجه مهمه او اي حاجه انا خايف منها. دي اسمها ايه؟ دي اسمها مارسوبلايزيشن. يبقى الدنتيجرال سيستم ممكن يتشال ازاي؟ يتشال لو صغير بالانيكيوليشن، لو كبير اشيله بطريقه المارسوبلايزيشن، لو كبير اشيله بالمارسوبلايزيشن. في حاجه بتيجي هنا معاهم برضو زي ما احنا بنقول، بس هي مش سيست، هي كانسر، اللي هي الاميلوبلاستوما. ودي بناين، بس بناين عنيف جدا، والشكل بتاعها عشان تبقى عارفين الكي وورد اللي احنا قلنا عليها، يا اما الهوني كامب ابيرنس اللي هي شبه خليه النحل، يا اما السواب بابل شبه فقاعات الصابون، برضه بتيجي في اللور والسير. طيب نطلع قدام شويه او نطلع قدام شويه، هيبقى عندنا اللاترال بريدونتال سيست. ده بيجي في المنطقه اللي ما بين اللور لاترال لغايه اللور بريمولر، في اللور لاترال لغايه اللور بريمولر، وده طبعا بيجي مع فايتال توس. طيب كده قلنا اللي تحت. طب نطلع على اللي فوق. اللي فوق الابر كناين كان بيجي معاه الدنتيجرال سيست، بس الاكتر اللي يجي معاه اللي هو حاجه اسمها الاي او تي، اللي هو الادينيماتويد اودونتوجينيك سيست، الادينيماتويد اودونتوجينيك سيست الاي او تي. بس ده ليه حاجه مميزه كده، ان هو بيبقى ريديولوسنسي بس في شويه راديو اوبيك، فيقولوا عليه سنو فلاكس، شبه الواح التلج، في حاجات عامله زي الواح التلج. يبقى ده الدفرق او الكي وورد بتاعته او الكلمه بتاعته اللي هو الادينوماتويد اودونتوجينيك تيومر، اللي هو بيجي شبه الواح التلج، بيجي في حاجات راديو اوبيك شبه الواح التلج، وبيجي في الابر كناين، وبيجي في الابر كناين. طيب نطلع قدام شويه في السنترال، بالظبط ما بين السنترال بيجي الانسايزيف كانال سيست، وده بيجي في السوفت تيشو وبيعمل سوبر امبوزيشن. طب بيقول لك ان السيست ده مميز فيه او حاجه مميزه فيه ان هو بيجي على هيئه الهارت شيب شبه القلب. طب ليه السيست بيجي شبه القلب مع ان السيست المفروض ان هو حاجه كوره؟ ليه ده اللي بيجي هنا في منتصف ده بيجي شبه القلب او عامل زي الهارت شيب؟ ليه؟ لان في نقطه مميزه ان هو بيحصل عليه سوبر امبوزيشن من نيزل سيبتم، سوبر امبوزيشن من النيزل سيبتم، سوبر امبوزيشن من نيزل سيبتم، فبيظهر شبه القلب. نطلع على الجنب شويه كده بعديه، يبقى اللي بيجي ما بين اللاترال والكناين هو حاجه اسمها جلوبري ماكسيلاري سيست، جلوبلو ماكسيلاري سيست، جلوبلو ماكسيلاري سيست. دي تقريبا كانت معظم السيستات، وفي السيست اللي بيجي مشهور او بيجي من حالات الاندو او الفيلير بتاع الاندو او الحاجات بتاعت الاندو اللي هو الراديكولار سيست، او السيست اللي بيجي بريابيكال سيست او الراديكولار سيست اللي هو كانت حاجه وتحولت لسيست، كان انفكشن او كان اي مشكله وتحولت لسيست، وده بيجي مع نون فايتال توس. دي تقريبا انواع السيستات او انواع السيستات المهمه اللي عندنا اللي احنا حاولنا نغطيها. في سيستات تانية بس ممكن ناخدها في مرة تانية ان شاء الله في فيديو تاني، عشان ما نحاولش نطول عليكم في الفيديوهات والفيديوهات تبقى خفيفة كده معاكم.
مش محتاج أكد عليكم تاني يا جماعة، في ناس كتيرة بتخش تشوف الفيديوهات ومش مش مشتركة في القناة، اشتركوا في القناة عشان تحاولوا تدعمونا، اعملوا سبسكرايب. في ناس كتيرة بتخش تشوف الفيديوهات، انت دخلت وشفت الفيديوهات واستفدت، خش اشترك في القناة واعمل سبسكرايب، اكون شاكر ليك جدا، واعملوا لايك واكتبوا لنا كومنت حلو كده يدعمنا عشان نقدر نستمر ونقدر مستمرين لفترة طويلة معاكم ان شاء الله، ونحاول زي ما احنا كده ماشيين ننزل فيديوهات على طول باستمرار، واللي عايزنا نشرح حاجة معينة او نتكلم في نقطة معينة أو نقول حاجة معينة يا ريت يكتب لنا في الكومنتات، وكلمونا أكتر لو السلسلة دي عجباكوا برضو ونفضل مستمرين فيها ولا لأ. تواصلوا معانا، هتلاقوا كل الأكونتات بتاعتي موجودة تحت، هتلاقوا في الصفحة بتاعتي الشخصية مكتوب موجود الصفحة الشخصية بتاعت الفيسبوك بتاعتي والأرقام بتاعتي الشخصية، لو حد عايز يكلمني في أي حاجة أو محتاج معلومات عن أي حاجة يكلمني وتواصل معايا، إن شاء الله أحاول أرد عليكم باستمرار، وأي حد بيكلمني بحاول أرد عليه. أشوفكم بخير، وزي ما قلت لكم كده اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم دايما بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.